كلمات والاحتفاء والاحتفال باستقلال السودان المجيد. دمتم دايما بألف خير، وكل الذين تقنوا لهذا الوطن صباح الخير عليكم من قناة الشروق الفضائية عبر هذا الصباح الجميل. وأيضا الرحمة والمغفرة لكل الشهداء اللي قدموا أرواحهم وضحوا من أجل استقلال سودان مجيد. أنا سعيدة أن أتحدث عن الاستقلال الكبير و67 عام، ونحن نحتفي ونحتفل ونجدد الذكرى السنوية لهذا الاستقلال. خلوني أرحب بضيفي داخل الاستوديو، هو السيد الفريق شرطة والدكتور عثمان فقراي. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك سعادة الفريق. صباح الخير يا بنتي، تحياتي ليكم في الشروق في هذا اليوم المشرق وهذا اليوم التاريخي، ونحن نحتفل بعيد الاستقلال بكل معانيه وقيمه الوطنية. وتحية لأهل السودان جميعا، والرحمة والمغفرة للشهداء الذين أفدوا بأرواحهم ودمائهم لنيل هذا الاستقلال المجيد عبر تاريخ طويل من النضال، بداية من كرري وانتهاء الثورة ومؤتمر الخريجين، وكل هذه كلهم حنتحدث عنهم الذين حققوا هذا الاستقلال باستفاضة بإذن الله. لكن خلينا نشوف نحن من لمحاتنا التاريخية ومن احتفالنا واحتفالنا بالاستقلال المجيد، خلينا نشوف من الاستقلال إلى الآن هي لمحة منك نتعرف من خلالها على الأحداث اللي حصلت في استقلال السودان. حقيقة استقلال السودان لم يتحقق يعني بسهولة نسبة للوضع اللي كان موجود في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، وكان قسموا اتفاقية ساينس بيكو، قسموا الدول العربية، فكان الاستعمار بالنسبة لنا نحن في السودان كان ثنائي، وهي نقول استعمار باعتبار انه الشكل القانوني بتاعه دولتين اللي هي مصر وانجلترا حكم السودان من 1899 بعد سقوط المهدية الثورة العظيمة اللي وحدت الشعب السوداني كله وخاضت معارك كبيرة، وماتوا شهداء في كرري ببطولة وبجسارة منعا لدخول المستعمر، وبالتالي أصبح هذه المعركة معركة كرري معلم مهم جدا في بداية الدفاع عن وطننا واستقلالنا وحريتنا، فكانت أول معركة هي معركة كرري. صحيح. وبعد ما تمكن المستعمر في الحكم على السودان يعني لم تعد ما ماتت جزوة نار الحرية والاستغلال والبحث عن الاستغلال، وظل الشعب السوداني بكل فئاته. صحيح. خاصة في الأغاليم يعني بداية من دارفور، دارفور ظلت ما قدروا يضموها إلا مؤخرا. صحيح. لأنه الدينار كان انفصل بدارفور، بعدين 1926 تمكنوا من ضم دارفور. أما الشركة كما تعلم كان هو يمكن الواجهة الأولى لمقاومة المستعمر، كان معروف أنه هو يعني الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس وأساطيل البحار. في الوقت في التاريخ ذا كان الغزو بالأساطيل والبوارج والجيوش وكذا، فقاوموا هذا المستعمر وما مكنوه يخش من الشرق إلا أنه يعني تسلل بطريقة واستولى على السلطة، وبالتالي السودانيين ما استسلموا، ظلوا مناضلين في كل هذه الفترة، خاضوا معارك طويلة، واستشهدوا في شيكان، واستشهدوا كرري معركة كبيرة. وبالتالي بقى يعني هذا الاستقلال لم ينال يعني بسهولة. يعني أهل السودان حققوا استقلالهم بعدين. السيد الفريق، نحن ممكن نقول هي كانت رحلة بحث عن الكرامة، ودفع فيها الجيل المؤسس من الأجداد والآباء أرتالا من الشهداء، وشفنا كرري وشيكان الأحداث اللي حصلت فيها إلى أن وصلنا للاستقلال المجيد، لكن كان بلا دماء هذا الاستقلال. وكما ذكر كمان الراحل محمد أحمد المحجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان. صحيح. حقيقة يعني هذا النضال يعني ما يعني هو كان البنية الأولى لنيل الاستقلال. هم لم يتمكنوا في أنه يكسروا إرادة الشعب السوداني، صح، في معارك زي ما ذكرتي. نعم. إلا أنه الجزوة بقت موجودة في نفوسهم، وهم والاستقلال ده ما في جهة ما ساهمت فيه، يعني الشعب العمال في صحيح. عتبرة، ناس سليمان موسى،
المثقفين في مدني اللي هم عملوا مؤتمر الخريجي. الكليات الجامعات كله حتى الجيش القوات المسلحة ذاتها عشان تنال استقلالها مع الإنجليز حاربوا مع الدولة الحلفاء ضد المحور هو تركيا واليابان والألمان فحاربوا في تبرق إبراهيم عبود غاد قواته في تبرق في ليبيا وكذلك في كرن هنا حاربوا الضباط بتاع الجيش عشان يحققوا الاستقلال إذا القوات المسلحة لعبت دور كبير في تحقيق الاستقلال بالإضافة إنه حتى الشرطة اللي أنا أنتمي لها كان عندهم إضراب مشهور الصف ضباط دي قوات نظامية ممنوع تضرب أضربوا طلب الاستقلال إذا ما في فئة ما شاركت في تحقيق الاستقلال يا سلام ودي اللي نتمناه هسه في المستقبل حتى يتحقق صحيح 2022 أنا ما داير أكون سنة يعني كانت يعني هي سنة ما كبيسة لكن فيها كوابيس كثيرة المهم هذه المسألة عايزة مننا يعني رؤية واستفادة من الدروس تضافر جهود نحن مع بعض لازم كلنا نكون كتلة واحدة السيد الفريق عشان نقدر نحقق الاستقلال اللي نحن بنتمنى به ولكن كانت دروس دروس وعبر من استقلال السودان ومن تجربة طرد المستعمر من السودان شنو كانت الدروس والعبر من طرد المستعمر؟ هو طبعا الشعب السوداني طبعه شعب عزيز جدا ما يفرط في كرامته وحريته وما يقبل الإهانة عشان كده هذا الشعب كان السيطرة عليه كان صعب بدليل انه يعني نحن نعتبر من اوائل الدول الافريقية اللي اخذت استقلالها عشان كده نحن نفتكر انه الوحدة اللي حصلت لاحظوا انه تزامن التاريخ كأنه التاريخ عيد نفسه من 19 ديسمبر 1955 أعلنوا كان الخلاف بين الأحزاب الكبيرة الأمة والاتحاد اللي يطلبوا اتحاد مع مصر والقوى الاستقلالية حزب الأمة كانوا يصارعوا لآخر لحظة صحيح لكن لما شعروا أنه هيفقدوا حريته في وطنه وكرامته في استعمار يستمر قرروا وقفوا اندمجوا سوا أعلنوا استقلالهم من داخل البرلمان هؤلاء هذه الأحزاب كانت مختلفة وقفوا سوا وأعلنوا استقلالهم من داخل البرلمان لأنه كان اتفاقية 1953 كانت تتكلم أنه يكون في استفتاء للسودانيين يتحدوا مع مصر ولا يأخذوا استقلاله فأدركوا أنه خاصة لما عملوا جمعية تشريعية يا بنتي جمعية التشريعية دي كان عبارة عن جسم زي برلمان السيطرة عليه الإنجليز عشان مثلا مع الجنوبيين والأصوات دي يظلوا هم مستمرين فأول ما شعروا أنه هذه المسألة ما هتتحقق بخلافهم يتوحدوا وأعلنوا استقلالهم حتى استشهدوا ناس في الشرق صحيح رفضا للجمعية التشريعية لأنها كان هيكل هلامي للسيطرة على السودان عشان كذا التضحيات استمرت فالعبرة الكبيرة لاحظوا أنه 19 ديسمبر 1955 19 ديسمبر 2018 تزامنت تطابقت هذا الاحتفال لحكمة كأنه دروس وعبر صحيح تعيد نفسها من جديد الله من عليها ويورينا أنه أنتوا لما اتوحدتوا حققتوا حريتكم ما تنسوا هذه الوحدة زي ما حسة في الثورة الشبابية اتوحدوا ديسمبر 19 ديسمبر 2018 اتوحدتوا وقامت من الأغاليم صحيح من الدمازين ومن أكبر كل الثورات بدت من الأقاليم إذن لازم ننتبه لأن السودان ده نسيج واحد صحيح لو ما دمجنا كلنا اتوحدنا وخلينا العقلية المركزية لأننا نكون أوصياء لبعضنا البعض هذه الاستقلال ما تحقق إلا بالوحدة صحيح. عشان كده أنا كل ما أطلب حسة الدرس نستفيد لاحظوا التطابق بتاع الزمن كأنه التاريخ 19 ديسمبر 1955 19 ديسمبر 2018 نعم إذن في درس كبير يبقى نحن قوتنا دائما في وحدتنا في وحدتنا ونحن بما إنه بنذكر كل الناس اللي ناضلوا وشاركوا مؤتمر الخريجي له النصيب الأكبر في إنه سعادة الفريق يكون هو في المقدمة ويكون عنده تاريخ ونضال عظيم خلينا نتكلم عن النقطة دي هو مؤتمر الخريجين حقيقة كانت أصل الإنجليز عملوا كلية غردون عشان يكونوا السودانيين بس موظفين في الخدمة المدنية بس إلا إنه الخريجين بحميتهم وإخلاصهم لوطنهم فاجأوهم إنه هم اللي تسمى النخب هم الأعلى من مؤتمر الخريجين هو الأسس الأحزاب الوطنية صحيح حزب الأشقر حزب الاتحاد الوطني والوطن الاتحاد ف
فكان هم الرعيل الاول من المثقفين والمفكرين. عشان كذا انا لما جاء الاستقلال 56 انا عمري يمكن 11 سنه شاهدت لما رفعوا العلم قمم شموخ. انت حضرت وشاهدت لما الازهري ولما رفعوا أيوة العلم أيوة. واليوم نرفع رايه الاستقلال. خلينا نعيد لك الذكرى دي من جديد. انا هذول طلبه في الابتدائي الان عبر الهواء مباشره. خلينا نعيد لك ونشوف لحظه رفع علم الاستقلال المجيد ونتابع ونرجع نتواصل مع السيد الفريق. يوم تاريخي في عمر الامه السودانيه، ففي مثل هذا اليوم من عام 1956 أشرقت شمس الحرية بخروج آخر جندي بريطاني من أرض السودان، ورفرف علم السودان الجديد بألوانه المميزة إذاناً ببداية العهد الوطني. لقد جاء استقلال السودان محصلة لحقبة طويلة في الجهاد والنضال ضد الاستعمار الذي جثم متحكماً على موارده وثقافة شعبه. قدمت خلالها ألوان من التضحيات الوطنية العظيمة والثورات الشعبية التي دفع فيها شعب السودان دماء غالية لشهداء التحرر الوطني، ومغالبة للأسر والسجون مهرا للحرية التي ينعم بها أبناء السودان الآن. لقد ورث السودان من الاستعمار البريطاني نظما لا تتوائم أو تتوافق مع تركيبته الجغرافية ونسيجه الاجتماعي، وإزاء ذلك ظلت الحكومات الوطنية المتعاقبة تسعى نحو إرساء نظم جديدة بما يخدم الأهداف والغايات الوطنية. أهلاً وسهلاً بكم. نحن تابعنا السيد الفريق ورجعنا بك لسنين طوال من استقلال السودان، وإنت كان أنا ذاك عمرك 11 عام. 11 عام وإنت تستذكر وتسترجع إلى أن كبرت وتعلمت وترعرعت في الشرطة وأصبحت فريقنا اليوم، وإنت تتذكر كل ما يجوب في هذا الوقت. صحيح، في الوقت ذاك نحن تلاميذ في الابتدائي. نعم. وشاهدنا هذا الموقف التاريخي العظيم عندما رفعوا العلم أزهري والمحجوب. قمم قامات عالية راسخة. صحيح. هذا الأزهري بكل تاريخه وحكمته وحنكته اللي هو طوح تحول من الاتحاد إلى وطني، إنه يعمل استقلال. الروح الوطنية. الروح الوطنية. كذلك المحجوب بقامته السامخة وأدبه وشعره، وهذا العبقري، راجل عبقري المحجوب، محامي ومهندس. صحيح. من قمم، قمم ما رجال ما سهل. في الوقت ذاك نحن تلاميذ كنا نسمع بأسماء الزروق والمهدي والمرغني وزروق والأسهري والمحلوب ومرغني همزة، ويعني قمم، والدرديري محمد عثمان وخلف الله خالد. نحن تلاميذ نسمع بهذه الأسماء. هؤلاء الرجال هم حققوا الاستقلال، والعبرة كانت في وحدتهم، لم يترددوا في ذلك اليوم. البادر بالاقتراع بتاع الاستقلال واحد نائب من حزب الأمة والسناو من وطن الاتحاد. هذه المرحلة نحن محتاجين لها حسة في الوقت الحاضر، لأنه حقيقة بنتي الاستعمار جانا غازي زمان بالأساطيل والجيوش، وحصل الجلاء فيما بعد لم يعد نفس الاستعمار التقليدي. حس طريقة الاستعمار مع العولمة والكوميونيكيشن حصل التغيير الحاصل بقى يسموه ذاك، لو كان زي ما يقولوا هاردوير، يعني يكون ذا شغل يعني خشن بالجيش، ده في السوفت وير أخطر. نعم. اللي هي شنو؟ يجوكوا بالبنوك، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة العالمية، يسيطروا عليك على اقتصادك. حتى الدول تتكالب علينا، السودان غني بموارد. صحيح. مواردنا مكفيانا وشايلانا، لكن ما متحدين، ما متفقين، بقينا في حروب أهلية في الجنوب، حسب في دارفور، يعني بقينا السياسة أصبحت تدخل حتى في بيوتنا. السياسة خشت حتى في تربيتنا ودخلت في كل الشعب السوداني التسيس تماماً. الإدارة الأهلية أميز إدارة ما مكلفة أهل حكمة، كانوا يحلوا المشاكل، برضو السياسة أضرت بهم. السيد الفريق ده ممكن يكون هو رحلة بحث عن الكرامة للسودانيين، وهي كانت الاستقلال دارين نشوف قيمه ومعانيه، نحن بنبحث عن قيمه ومعاني. هذه القيمة تاع الاستقلال زي ما أنت يعني حكاية الحرية دي قيمة ما يعيش الإنسان، ليس بالخبز وحده، الإنسان عايش حريته. وزي ما قال سيدنا عمر قال له
حكمت الناس يعني ولادتهم وماتهم. فعشان كذا نحن نفتكر هذه القيمة قيمة ما سهلة، لكن كمية الاستهداف والتدخل والصراعات وناتك النفوذ والسيطرة بالأساليب الحديثة بتاعت الهولمة اللي قلناها بقت هذه القيمة في حد ذاتها مستهدفة، بدليل إنه الأجيال هسه في الشارع دي ما زالت تبحث عن هذه القيمة. صحيح، عايزة حريتها. صحيح، تربت 30 سنة في نظام شمولي، إلا إنه إرادتهم ما أصبحت أقوى. أقوى، نعم. وفرضوا إرادتهم لأنه عايزين حريتهم. هذه القضية لو ما فهمناها وتبنيناها كأولادنا وشباب لهم مستقبل، ده جيل المستقبل. احنا الرجال دي دورنا انتهى. رجال وبيديكم الصحة والعافية. هيكملوا الشغل هؤلاء الشباب. صحيح. عشان كده لازم ناخذهم بالأبوة، لازم ناخذهم نفهمهم، لأنه هسه في بيتنا، هسه أنا هنا ده الحاجات التكنيكال دي، الفنيات دي بتاعت الموبايلات. التقنية الحديثة أصبح الشباب الصغار. أيوة، عندنا أمية تقنية الجيل ده بتاعنا. صحيح. اللي بيعملوا الشغل الشباب ده. صحيح. اللي يعرفوا السوفت وير. صحيح. يبرمجوا الموبايل ده حفيدتي تشتغل. زي ما ذكرت السيد الفريق عثمان فقراي في انه الشعب السوداني كله ساهم وناضل في استقلال السودان، وكان عنده رؤيه، وانتم كنتوا شباب صغار في وقتها. صحيح. الشباب الهسي موجود الجيل الحالي، ليه ما دارين يدوه فرصه عشان هو ذاته يحقق استقلاله، يحقق طموحاته، يحقق الحلم السوداني اللي هو بيعيش فيه وعايز يعيش فيه. بالاسف يا بنتي هذه المساله نازله يعني التدخل الخارجي، يعني نحن ما نقول هسه المسائل الموجوده دي مسائل خيره والله يوفقهم فيها، لكن نحن بلد عندنا خير كثير. صحيح. والدول تطمع في ان تخط يدها علينا، خاصه نحن في البحر الاحمر، البحر ده يعني فيه موقع استراتيجي وامني، وفي دول عايزه قاعده، في دوله عايزه مواني، في ده فاطماع كثير. بعد كده دافور ذات غنيه. صحيح. غنيه الجبل مون ده هسه فيه ذهب وفيه يورانيوم. صحيح. ثروات جبل مره غني ايضا جبل مره بالثروه النباتيه. صحيح. غني من كل شيء. صحيح. صحيح. والمياه هنا، المهم السودان فيه خير كثير. عشان كده يعني زي ما قلت لك مناطق دول في دول نافذه حولنا تحاول. بعدين الله اراد لنا نحن الشعب السوداني شعب عاشق للحريه والديمقراطيه بطبعه. صحيح. ما يقول، لكن لو لاحظت الدول حولنا كلها دول شموليه الا اثيوبيا. اثيوبيا ذاتها ما مرحينا بحرب التجراي وغير، لكن كل الدول حولنا دي على اي حال نحن ما دايرين. نحن القرار قرارنا نحن اهل السودان، عشان كذا احنا عايزين نعيش السودان ده ونحس استقلال معنى، عايزين وقيمة. نشوفه معنى وقيمه وحقيقه نحن واقعنا معاش يعني. نعم. البلد هي البلد تحفظ كرامتك وحريتك هي بلدك. نحن ما هسه الهجره كثرت. صحيح. ما دايرين الشباب دي يفقدوا القيمه دي الحريه والكرامه عشان ما يطلعوا. وبينما السودان بلد واسع. ليه السكان بتاع السودان مناسب اقل سكان على الشريط النيلي والسودان ككل، يعني 40 مليون حولنا، 100 مليون بهنا و100 مليون بهنا، والانهار كلها تجينا. عشان كده كل الناس يجونا لاجئين لانه بيلقوا معنا خير. صحيح. وعيشنا وتعايشوا معنا، يعني حسنا احنا دول كثيره نالت استقلالها من السودان. من السودان، والشعب السوداني يعني ساندهم وقف معاهم. عشان كده انا في هذه المرحله احتاج انه نحط قيمه الحريه دي قدامنا ونتفق عليها، زي ما في الاول الاستقلال تم بموقف القوات المسلحه اللي حاربت وافترت للحلفاء انه تاخذ استقلال، الشرطه اضربت، هؤلاء الرجال هم ابناء السودان، هسه ينحازوا لشعب السودان لابناء السودان يقعدوا معاهم عشان نخرج من هذا المنزلق المأزق اللي نحن فيه الآن السودان. عشان نخرج من هذا التسويف، اتفقنا وما اتفقنا بدون وفاق بدون وحد، زي ما أعلنوها من داخل البرلمان، نتمنى أنه من داخل القصر يندمجوا كلهم سوا، يتنازلوا لبعض، بدون تنازل لبعض ما تتحقق، ما يتحقق وفاق. نعم، استقلال السودان من داخل البرلمان ورفع العلم هو كان حدث إلى الآن نحن بنحتفي به، وذكرى أصبحت جميلة نحن بنتباهى بها. سيد الفريق عثمان فقراي، خلينا نشوف مع بعض رفع علم السودان من داخل البرلمان ونرجع نستكمل صباح الشروق.
أشرقت شمس الحرية على السودان حين انتخب الشعب السوداني أول برلمان له، وحين انتخب ذلك البرلمان أول حكومة وطنية تمسك مقاليد البلاد. توافد نواب الشعب على معقل الحرية من الجنوب والشمال والشرق والغرب، وكل واحد يحمل بين جنبيه أماني أمة دواقة للحرية والعزة والكرامة. ودعي إلى الافتتاح إلى جانب النواب ممثل الأمة السودانية من كل هيئة وطائفة، السيد خلف الله خالد عضو معين في مجلس الشيوخ ثم وزير للدفاع، شخصيات تمثل المجتمع السوداني بمختلف نواحيه ومشاربه، سيادة السيد عبد الرحمن المهدي، السيد الدرديري أحمد إسماعيل وكيل وزارة شؤون السودان في مصر، سيادة السيد محمد عثمان المرغني نائب سيادة السيد علي المرغني، السيد مرغني حمزة نائب دائرة درمان الجنوبية ثم وزير المعارف والزراعة والري، السيد إسماعيل الأزهري نائب دائرة درمان الشمالية والآن رئيس أول حكومة سودانية ووزير للداخلية، السيد الصديق المهدي نائب دائرة كوستي الشمال، وما أن انتظم عقد النواب في ساحة دارهم حتى وصلت فرقة قرقول الشرف تتقدمها موسيقى قوى دفاع السودان. موكب القضاة من مدنيين وشرعيين يتقدمهم رئيس القضاء ومولانا الأكبر قاضي القضاء. وبعد أن دخل كل المدعوين الرسميين على حسب ترتيب البروتوكول وصل إلى دار البرلمان الحاكم العام ليلقي خطاب الافتتاح الرسمي. النواب والشيوخ إلى قاعة مجلس النواب بينما توجه المدعوون إلى شرفات المجلس كل في المكان المخصص له، وكان كل واحد يشعر ويحس من سويداء قلبه
بعظمة ذلك اليوم في تاريخ السودان، اليوم الذي خطت فيه البلاد أول خطوة في حياتها الديمقراطية وتقلدت فيه أول نظم من نظم. أهلا وسهلا بكم وعام سعيد والاستقلال المجيد. نحن نستشعر فيه معنى الحرية والديمقراطية، ونستشعر فيه السودان اللي نحن بنتمناه وبنحلم به زي ما كان بيحلموا به أجدادنا وآبائنا، وناضلوا من أجله وطلعوا وتوحدوا في حب الوطن. نحن السيد الفريق هو منورنا الآن فريق شرطة عثمان فقراي، وتحدثنا معه من خلال لمحة تاريخية عن استقلال السودان المجيد. لكن ذكرت قبل في حديثك السيد الفريق توحد السودانيين من كل ولايات السودان في حبهم للاستقلال، لما لاحظوا لحظة الاستقلال ولاحظوا إنه هم خلاص عايزين يكونوا كتلة مع بعض. هل نحن متواصلين أو محتاجين للتسامح ده الآن عشان ما نواصل في ذات المسيرة؟ ما في شك بدون وحدة ما بتتحقق أي حاجة. نعم، عشان كده نحن أكثر حاجة في هذه الفترة اللي بقينا نحن ما قادرين، البلد ذاتها ما مسيطر عليها تسيب وفساد وتشر وعطالة، والشباب فقدوا الأمل في أنه يحققوا أحلامهم. هذه المسيرة هي أكثر حاجة نحن كشعب السودان إنه نتوحد، والوحدة ما بتجي إلا بالتنازل لبعض. نحن دائما تسامح وقبول الآخر. التسامح وقبول الآخر حتى في إعلام أنا دي ما شاء الله دي رسالة يعني بعث في الإعلام ده هذا التسامح. أول الوصايا دي خلت أي زول متمكن يقول الدايم، هذا خطر جدا. هذه المسألة لازم تنضبط لأنه بقت في وصايا تسير الفتنة وتسير القبائل وتسمي أسماء لرموز. هذه المسألة واحدة من يعني من المشاكل اللي تحصل في المجتمع بتاعنا، وكذلك الجهل. يعني احنا مثلا في نظريتنا لأهلنا في الشركة، يعني من فكرنا نحن انا محافظ ودي وزير اهلي كان وزير نحن التقرب مثلث. نعم، قلنا نكسر ضلع واحد اللي هو جهل. لو كسرت الجهل تكسر المرض والفقر. صحيح، طالما في جهل المرضين ده معنا. عشان كده اول حاجه احنا عايزين توعيه ومعرفه لا مكثف في التعليم. التعليم المدارس المنهجيه لازم دروسه، هذا التاريخ يعني يعاد صياغته وقراءاته والاخذ بالعبر منه عشان نطلع من المرارات الموجوده حسه والكلام الما مسؤول والاساءه لبعض و يعني بس الفتن. نعم، والاساءات. صحيح، نبذ خطاب الكراهية بس كده ولا حاجة. فلازم يقاوم هذا الخطاب في أئمة المساجد، المعلمين، كل رجال الإعلام، الصحف، القنوات، كلها لازم تكثف في أنه نحارب هذه الكراهية. بس الكراهية السيد الفريق في كل مسيرتك من خلال الشرطة، ولما كنت محافظ لولاية البحر الأحمر وعملت الدكتورة، ورسالتك دائما قاعد تكون في الوحدة والتوحد، والناس دايما تكون مع بعض عشان ما تحقق اللي هي عايزه. نحن عايزين نستفيد من خبرتك دي في إنه سياسيا نحن إذا عايزين نصل من وين مفروض نبدأ، ومن وين مفروض ننتهي، لوين مفروض ننتهي؟ هو حقيقة أنا يعني دي تجربتي الشخصية، مرت بمراحل وعيد على الاستغلال، ونحن في عمر 11 سنة في بيوت نسمع الرموز دي، أزهري والمحجوب وحبوباتنا وخالاتنا، الأسرة كلها تتكلم عن الرموز دي، بنسمع نحن صغار نسمع الرموز دي. ليه قدام أنا يمكن مشيت لمراحل، لما مشيت الشرطة حقيقة يعني أنا في قبل الشرطة يعني في أكتوبر 64 حددت أكتوبر 64 وأنا طالب في جامعة القاهرة الفرع اللي هي النيلين حاليا خرطوم. نعم، أيوة كنت في آداب لكن ما كملتها، بعدين مشيت الشرطة. في هذه الفترة حضرنا أكتوبر. نعم، قمنا بالمظاهرات اللي احنا دير ذاتنا مع عملنا مظاهرات وطالب. وقتها الحياه رخيه، طلعت الشارع بحثي عن الحريه، ما ازمات بنزين ورغيف وازمات ما كان في الوقت، ما كان في، لكن برضه كنت حاسين بانه الحياه رخيه ما كان، لكن البحث عن الحريه كان ده الدافع. هذه حريه الراي، حريه التنظيم، حريه التنقل، مشاركه. ايوه عشان كده بحث عن الحريه اكتوبر طلع. نحن طلبه في اكتوبر، طلبه في الجامعه، شيعنا القرش وعملنا مظاهره وحرق وقربنا عربات الشرطه.
التاريخ يعيد نفسه الآن. أيوه طيب، أنا في الوقت ده كنت طارق، يجي التاريخ أبقى أخش الشرطة وأبقى في خدمت في دارفور والجنوب لفيت. لما جيت نائب المدير هنا بتاع شرطة بين النيلين المنطقة اللي بقول عليها بقت 85 الانتفاضة. فبقيت أنا في مواجهة الشباب اللي يتظاهروا وأساس الجامعات والمحامين والقضاء. وأنت كنت في الشرطة لحظة السريعة رجل شرطة ولا كنت مواطن في اللحظة دي؟ كمندار كنت عقيد، كنت مدير نائب مدير الشرطة دار خرطوم. نعم الذاكرة جات في راسي، أنا ما كنت بالظاهر زيهم. نفس المشهد هعيد أضرب دير ما بضربه. يا سلام عليك. وفين ما ضربته يا سلام، واستعملت أدنى حد برغم التعليم أدنى حد، ما استعملت أي قوة. قالوا بالسلام بيقولوا يحتفوا لنا الشرطة حبيبة الشعب. يا سلام، هذه المرحلة أنا أفتخر بها، وده اللي خلاهم اللي قدام يحترموا الشرطة. يحترموا الشرطة، أدوني محافظ للبحر الأحمر لأنه عندي البعد الأمني والقانون. بعد كده لما انتقاد جات ثورة الإنقاذ وتقاعدت، بعد كده أولادي الحمد لله تخرجوا، وقلت أنا ذاتي أبحث وأقرأ وأكتب، عملت دراسات ماجستير. المهم هذه القيمة ظلت هي الهدف الرئيسي لكل أجيالنا. نحن عايزين نحن جيل، يعني نحن جيل جينا بقينا ضباط شرطة، اللي هو كنا في أكتوبر طلبة بقينا قادة للشرطة. نعم في الميدان نحن مواجهين المظاهرات، ما سلكنا بنفس القيمة اللي كنا وقفنا بها وتربينا عليه، وقفنا مع الشعب. عشان كده انتصرت ثورته، ثورة 85 سواء الانتفاضة جات الحكومة. الحكومات الانتقالية أو الحكومات الحزبية ما بتستقر للصراعات الحزبية، ودي حاجة سيئة بالنسبة للأحزاب. صحيح. عدم الائتلاف وعدم الاستقرار ده كمان كره الشعب في النظم الديمقراطية. السيد الفريق، أنا حقيقة سعدت بحديثك، وإذا تكلمنا عن الاستقلال وعن السودان المجيد وعن دور الشرطة ودور الجيش، أنا ذاك أكيد حنلقى نفسنا تكلمنا كثير، وهو حيكون حديث طويل ويطول والكلام فيه ما بيقيف. لكن أنا سعيدة بوجودك اليوم معنا عبر صباح الشروق، وكلمة أخيرة ممكن يكون فيها تسامح وتآخي ومحبة للشعب السوداني عشان ما نقدر نصل وننال استقلالنا الحقيقي. والله حقيقة يعني بداية قلنا نحن الوحدة مهمة، والوحدة ما تتحقق إلا نوفر أدواتها. الديمقراطية تجي بالأحزاب صح، لكن هذه الديمقراطية لازم تؤسس على قواعد سليمة وقوية. بمعنى إنه نحن السنين دي كلها استقلالنا ذات 12 سنة أحزاب ديمقراطية، وسبعة وكم 56 سنة كلها ولا كم أعرف نعم أحزاب حكم شمولي. الشمولي ده ما نفع لأنه الشعب السوداني بيتبعه يتربى على نظام ويست مينستر، على الديمقراطية والتبادل التغيير اللي بيحصل بالديمقراطية. نحن التغيير اللي محتاجين له حقيقة السيد الفريق. الشعب السوداني يقدس البرلمان. نعم. يعني حتى يعني في العلم وجريدة يعني كان البرلمان ده زي ما قال المحذوف، البرلمان عنده قيمة مع الشعب السوداني. المهم هذه تظل القيم هي موجودة. موجودة. لكن وتظل أنت معانا ضيف عزيز في الشروق في كل فترة والثانية. احنا شاكرين انا بس لو سمحت لي بس اكمل الحته دي اللي هي شنو. نحن عشان نستفيد ونبني بناء صح هسه في الوقت الحاضر، اي دول في الميديا دي اي دول يحاول التعدد الاحزاب 100 حزب كم 50، هذه المساله خلت الديمقراطيه لان ما قادره تقوم على اساس صح، لانه هذه الاحزاب الكثيره تصارع في بعض، احزاب اقليميه احزاب قوميه. نحن الصراع ده ما عايزينه عشان نطلع من قصه عندنا حسه من القوانين المهمه، لازم نعمل دستور ابتداء. الثاني قانون الانتخابات لازم يكون فيه نص. نعم. يقول انه ما يكون في حزب يسجل ما لم يكون في انتخابات محليه بلديه، المجالس المحليه دي اساس الحكم. لما يعملوا انتخابات محليه اللي هيفوزوا احزاب عدد قليل ما كلهم بيفوزوا. السيد الفريق انا الكنترول بيقول لي من قبل يا انسان نحن زمننا خلص، لكن انا شاكر تبني يظل كلامك محط انظار، وكل الاحترام والتقدير لك. شكرا جزيلا سعاده الفريق شرطه عثمان فقراي لحضورك معنا عبر صباح الشروق.